ثائر عربيات من مدينة السلط، باحثة في التراث الأردني، مهتمة بالتراث الغير مادي ونقله للأجيال القادمة. احنا فخورين اليوم انه احنا امام جزئية جميلة من بتمثل مدينة السلط من الأزياء التراثية. هون احنا بنعجز ونوصف المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة السلطية بشكل خاص، كيف انها صنعت هذا الثوب. طبعا اسمها الخلقة السلطية، هي مكونة من قماش التوبيت الأصل الإنجليزي اللي كان يستورد نهاية القرن 19 من بريطانيا، مأخوذ من دودة القز، يعني هو قماش حرير 100%. مميزات هذا القماش انه بعطي البرودة صيفا وبعطي الدفء شتاء. وجمالية هذا الثوب بكمية القماش المستخدمة فيه، يستخدم من 16 ل 22 ذراع كما حسب حجم العروس. يعني اذا العروس حبتها قليلة زي ما بنحكي السلطية بنقطع لها 16 ذراع، وإذا كان حجمها كبير نقطع لها 22 ذراع. نيجي نحكي عن جزئيات الخلقة، في عنا البدن الأمامي والبدن الخلفي، عنا الدارة اللي هي أسفل الثوب، وعنا البنايك اللي بتعطي وسع للثوب. ليش بعطي وسع للثوب؟ لأنه بتعرفوا إنه السلط مدينة جبلية، وكانوا زمان ستات مدينة السلط ينزلوا على عيون السلط في ساحة العين، كانت الخلقة بتسهل عملية المشي وإنهم يطلعوا بالأرض الوعرة وإنهم كيف ينقلوا المي لبيوتهم. بالإضافة للردن الشمال، الردن الشمال على شكل الجرن، بيجي ضيق من الأمام وبيجي ضيق من عند الكتف، لكن هو واسع في الوسط. هدفه وغاياته هو كمان توضع فيه المرأة طفلها لما ينام أثناء الحصيدة، بالإضافة إنه كان تنقل فيه الحطب. طبعاً العصبة الحمراء منسوجة من خيطان الحرير مع الذهب أو الفضة حسب وضع العائلة، والقراميل اللي بتنزل وبتزينهم جدايل شعرها. هاي القراميل كانت المرأة السلطية تزيدها لجدايل شعرها لتعطيها كثافة وتعطيها جمالية. نيجي هون لدور المرأة، إنه إذا كان الوضع المادي الاقتصادي بالنسبة لهم ممتاز، كانت تضيف ليرات الفضة أو ليرات الذهب على هاي القراميل لتزين فيها جدايل شعرها. فخورين انه هاي المراه اللي زينت هذا الثوب بتطاريز كثير جميله عن طريق استيحاء هاي القطب من الجغرافيه مدينه السلط، زي السلسله وزي العرجه وقرط المرجان والفراجيل. بجماليه الخلقه السلطيه بنحكي يعني انه هي بتعطي المراه الحشامه والوقار، بتعطيها الهيبه، بالاضافه انه بتجملها وبتخفي كل معالم جسمها لما كانت تطلع من مكان لمكان.